جاني قال مهدي سعود في الليل دق علي والله ما انتهى المكالمه انا رجال ما ابغى تسجيل فيديو ولا اني بحب اسجل على احد قال لي اسمع يا سعود اسمع يا سعود انا رجال رحت انشد لي شيخ قلت اسلم قال رحت انشد لي شيخ وقلت له يعني الدعم والاسود الاسد حرام قال الشيخ لا الاسد ما بحرام اكله ما هو بزين بس انك يعني دعم يقول سالت الشيخ يقول لا والله قال لها تقول له يوم جاتني الوالده الله يخليها لي الله يخليها لك وانا ادري ان الوالده ما جات بس هو جابها من راسه يا شيخ قال انا والدتي جاتني وجاتني وقالت لي غريبه يا ولدي بثك ما فيه سود قلته ولا ما قلته؟ هل كلامه صحيح ولا غلط؟ اتحداه يا جحد نجيب المقطع ها؟ اكتب اذا قلت خير ايوه مو صحيح مو صحيح مو صحيح مو صحيح مقاطع الأول مقاطع الأول مو صحيح مو صحيح مو صحيح يا جماعة يا سعود عندك أي إثبات؟ عندي اثبات يا شيخ حتى مسوي حركه الله يعطيه العافيه عبد الله زماني دقيقه يا شيخ تعال شوف اقسم بالله انا ودي اعرف من الصادق من الكذاب صدق ودي اعرف صدق مو صحيح مو صحيح قديم المقاطع اذا كلام سعود غلط يا شباب اسمعوا موجودين اذا كلام سعود غلط سعود ينزل الاسود الحين سعود اطلبوا 10 اسود ما جابهم قام سحب بس خلينا نشوف اذا سعود تكلم من هو اللي يكذب في برنامجنا اليوم؟ من الصادق؟ من الكذاب؟ اي والله الصادق الدليل الدليل سألوا صاحب قناة قال له كم حسابك في البنك؟ قال ما عندي شيء لحظة خلينا نشوف سعود في جيب شوف يا شيخ هذا استخرى نبي الصدق حنا يا شيخ يصلي شوف يا شيخ انا من صاحب المطعم هو اللي غلطان اصلا وانا قبله يقول لي كذا شوي عاد انا هذه نباهه هذه نباهه الرجال يصلي ومنتبه ان في واحد ممكن يسوي له شيء ولا شيء هذه نباهه ما له غلط ما بغلط زين ما بغلط انا ما سويت شيء انا ما سويت شيء لكن سعود يثبت بالله تكفي يا شيخ سعود من الصادق من الكذاب تكفون هذا مو صحيح هذا والله يا شيخ كنت أصلي دخلت مطعم ما أدري وين القبلة أسأل العماني يقول لي كذا أسأل المصري يقول لي كذا أسأل يا شيخ خلنا صادق هو بس نزل أسد قال كذا على طول يعني قال القبلة كذا قسم بالله أنا ما